وجه يا ياسر. عايز ايه؟ انت رايح فين يا واد؟ ده احنا قربنا على الفجر. وانت ليكي فيها حاجه تضر؟ شوفي الواد قليل الادب اللي امه ما عرفتش تربيه. لا يا اخويا ماليش فيه. خد اما اقول لك. خد 2 جنيه بحالهم اهو. تجيب لك بيهم حاجه حلوه. عارف مكتب عمك زغلول المحامي؟ عارف. روح هناك بقى شوف لي عمك حشري هناك ولا لا. بس اوعى تقول له ان انا اللي قايلها لك. 2 جنيه ده التوك توك اقل حاجه 5 جنيه. ده انت واد طماع. خلاص يا اخويا لما ترجع هكملهم لك 5. بس اوعى تقول ان انا اللي بعتاك. ما خلاص في ايه من هو انا حمار؟ لا انت طول. خد بسرعه. شفت العيال؟ جيل طالع ملعون. ده احنا ما كناش عيال، احنا كنا ملايكه. بقول لك يا حشري، هي البت توتة مش ناوية تطمن مع الواد كورنر؟ أخي ما تقعد معاها وتعقلها. يلا وأنت مش في مقام أبوها يا عم زغلول. أبوها ولا أمها؟ أنا سبت لهم الجمل بما حمل. يكشي يولع البيت كله على أصحابه. هو صح بمناسبة إيه يولع دي؟ فاكر المعاملة دي لما البت النعمة كانت هتولع في نفسها في الحارة؟ وهي خافت لا تكون البت ملبوسه من اللي بتعمله امها. حكم المعامله دي كانت عايزه تاخدها لعمر بس خايفه. نهار اسود ومنيل. اوعى يا زغلول تكون جبت لها سيره انها كانت متجوزه يعني. احسن لو تدار عرفت ممكن تحطيني على مكنه بسطرمه وتقطعني حتت حتت. طب والله فكره. ايه؟ لا والله العظيم ما قلت اي حاجه ولا فتحت بوقي. بس هو ايه حاجات كانت متجوزه دي؟ يا طلعت بت بوس فقر وش نحس. بعد ما اتطلقت باسبوع، اسبوع جوزها وابوه ركبوا لنا عربيه عملوا حادثه وماتوا هما الجوز. وهي كده تبقى وش فقر يا فلح. لو كانت استحملت اسبوع كمان، اسبوع كانت ورثت قبل ما يموت. ما هي كده كده هتورث ما دام مات وهي في العده. ورحمه امك يا كيمياء. ما دام مات وهي في عدتها تورث. بس هو مخلف من مراته الاولانيه؟ لا هو ما بيخلفش خالص. حلو كده بقى هتاخد نص الربع يعني تمن الجمل بما حمل. ورحمه امك. ورحمه امي وامك ما هي محتاجه محاكاه. دي الف بيت قانون. وانا قلت طول عمر البت دي وشها زي الفل. وش خير والله. بنت مين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلوه دي الجزمه دي؟ ياسر يا دي اللي مصحيك لغايه دلوقتي يا ده الفراك نامي. روح نام يالا. روح نام يا بدل ما علقك في اليافطه دي. روح. الله نهار يا عم بصطاد عصافير. ليك فيه؟ عصافير؟ العصافير نامت مع الفراك. روح يالا. غريبة. القرد. صباح الجمال والهنا كل سنة وانت حبيبي. هابي فالنتاين تي. اطلع بر. زيديني عشقا زيديني. وكتبت شهادة ميلادي وقطعت جميع شراييني. معقولة معقولة اجيلك في فالنتاين تي عيد النصر وتطرديني تقولي اطلع بره؟ معقول؟ غور من وشي. روح مطرح ما كنت. ارجع يا اخويا للمرة اللي انت كنت بايت عندها. مين اللي كنت عندها؟ معقولة؟ ده انت القمر كله. ده انت المزة المتوحشة. ده اللي يبص لغيرك يبقى حمار مخطط. وجايب لي دبدوب محبوس. ينيلك راجل. ليه؟ اكونش طبقة على نفسك ولا حبسك؟ بالعكس يا تضار. ده انت وش الخير والسعد. انا جايب لك خبر بملايين والبليه هتلعب معانا وهنسيب ام الحرس زفت دي بقى وهنطلع نسكن في عماره على النيل على طول. انت وراك ايه يا راجل انت وجاي تضحك عليا بالدبدوب اللي شبهك ده؟ ها؟ ما تنطق. دبدوب شبه ازاي؟
ده انا مختار الدبدوب ده من كل الدبابيد اللي في الدنيا. عايز اقول لك ان نعمه ليها ورث. ايه؟ نعمه ليها ورث شرعا وقانونا. هتورث ازاي يا راجل يا مجنون انت وجوزها طلعها قبل ما يموت؟ لا ما هو اصله زغلول اخويا لقى عنده قضيه شبه القضيه بتاعت نعمه بالظبط واقسم لي ان ليها ورث. زغلول مين يا اخويا؟ زغلول الاهبل ده بيجيله قضايا؟ انت يا راجل ما يتبلش في بقك فوله. رحت قلت لاخوك ان البنت اتجوزت واتطلعت يخرب بيتك. وايه يعني في ايه؟ حصل ايه؟ حصل ايه؟ قول الحقيقه يا راجل لحسن ورحمه ست ام كروان اللي ما تعرف قيمتها. اجيب الحق مع قلبك من صدرك ما تنطق. ايه في ايه يا قطار؟ اخويا زغلول محامي قد الدنيا وحالف قسم الاطباء عمره ما يطلع السر بره. بعدين هو عارف انها متجوزه من سنه، حد عارف حاجه؟ بعدين انت ماسكه بزغلول وسايبه نعمه؟ نعمه اللي هتكسب ملايين، بقول لك ملايين. السلام عليكم. نعمة فينك يا بنتي؟ احنا قلنا ان انت مش جايه تاني. ليه يا اختي ما جيتش تاني ليه؟ ما انا اهو. انت لابسه صوت ليه؟ في حاجه حصلت؟ لا ما فيش، بس نفسيتي كده تعبانه شويه، مش مزاج البس يعني ولو. انتوا اخباركم ايه؟ طمنوني. اهو زي ما احنا هنعمل ايه يعني؟ مش جديد. الحمد لله على السلامه يا نعم. الله يسلمك يا منار. تعالي يا اختي عشان عايزاكي. حاضر. والمصحف يا نعمة، انا كنت جايه اطمن عليكي، ما اقصدش ان عكها كده. خلاص بقى ما حصلش حاجه. لا شكلك مقموص. طب يا نعمة انا كنت اعرف منين؟ وبعدين انا كلمتك كتير وانت ما رديتيش عليا. يا ستي خلاص، وربنا وربنا ما زعلانه. انت ايه ما بتفهميش؟ طب انت كويسه؟ ايوه كويسه، صاحيه من النوم بس عفريت الدنيا بتتنطط في وشي. طب قولي كنت فين؟ يا بنت البواخه دي، انت مالك الشرقيه اللي كده؟ انت مالك؟ كنت فين؟ كنت في نصيب. خلاص بقى يا نعمة انا اسفه. في ايه يعني؟ قولي لي اعمل لك ايه عشان تسامحيني؟ ماشي يا خفيف. الدكتور عادل نصار جه ولا لسه؟ يا اختي موجود عندك جوه من الصبح. طب انا هروح اشوفه عشان عايزاه في قصه كده. استني، مسامحاني؟ يا بنت بطلي بواخد بقى، ما قلت لك خلاص. نقيب جلال البكري مباحث. اهلا وسهلا يا باشا، السطح نور. اتفضل يا باشا. شغال هناك من امتى؟ صبر يا باشا. من سنة يا باشا، سنة. سنة يا باشا بالعمر كله. الله يرحمهم بقى، شريف باشا وصديق باشا. كانوا خسارة في دنيتنا يا باشا والله. الله يرحمهم ويحسن اليهم، عشان كده ربنا اختارهم. اختارهم يكونوا جنبه يا باشا. كنت بتسوق لمين؟ لصادق؟ الله ينور على ما عليك. كنت بسوق لصديق باشا، بس هو يعني تقدر تقول يا باشا انه يعني إن مشاغله كانت قليلة شوية، كنت بوديه الشغل وبعدين أرجع الفيلا، أشوف جيجي هانم محتاجة عيالي تروح النادي ولا البنك، وأوصل سمر هانم الشغل وأشوف طلبات البيت وبعدين أرجع له يا باشا. كان شقة والله، شقة. بس الحمد لله، الناس كانت مريحاني، وهو الله يرحمهم كان بيعاملني زي ابنه بالظبط. أنا معاهم يا باشا، شفت السجاير نظيفة، وكلت الجبنة الكيري كيري. أمال إيه يا باشا؟ كله من خيرهم يا باشا. شريف. شريف ده يا باشا تقدر تقول عليه كده يعني، اللهم صل على النبي، دكتور، دكتور في نفسه كده يعني، قيمة وسيمة. كان بيعاملني برضه معاملة نظيفة الحمد لله يعني يا باشا. كان دايما بيقول لي أنا بحبك أوي يا إبليس، أنت ابن حلال يا إبليس. أقول له كتر خيرك يا باشا. أقول بس هو ده كل اللي بيني وبينه يعني يا باشا. ما كنتش بتسوق له ليه؟ ما كانش بيحب يا باشا. أنت عارف بقى الشباب الصغير بيحب يسوق هو، وبعدين السواقة متعة يا باشا. أمال إيه السواقة متعة يا باشا؟ أنت عارف طبعًا بيحبوا يغيروا عربياتهم ويسوقوها بنفسهم، ما هي دي الفلوس يا باشا. إيه اللي حصل يوم الحادثة؟ يوم الحادثة يا باشا أنا كنت مع جيجي هانم، كنت معاها. المفروض ان شريف بيه كان هيعدي على صادق باشا يوديه الشغل وبعدين يطلع على اكتوبر،
ما اعرفش بقى ايه اللي حصل. جالنا الخبر وجيجي هانم كانت معايا، سرقت يا باشا واغمى عليها. الله يصبرها، ربنا يصبرها يا رب. ما هو صادق يا باشا بالنسبه لها كان كل حاجه، وحتى شريف بيه كانت بتعامله زي ابنها بالظبط. حد فيهم كان ليه اعداء؟ اعداء مين يا باشا؟ الناس دي خيرها على الكل يا باشا. مفيش يا باشا، مفيش اعداء خالص، مستحيل يا باشا يكون لهم اعداء. الناس دي كانت ناس نضيفه قوي يا باشا. شفت تحركات غير معتاده؟ لا يا باشا، بيتحركوا زينا بالظبط، تقدر تقول كده، من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. انا سامع ان كان في بينهم مشاكل بينهم وبين بعض، شفت حاجه من دي قدامك؟ لا يا باشا، خناقات ايه دي؟ دي عيله مترابطه يا باشا، قلبها على قلب بعض، عيله يعني، ها متماسكه يا باشا خالص يعني. بس مره واحده بس سمعت سمر هانم بتطلب الطلاق من شريف بيه، بس ما اعتقدش يا باشا انه بجد. تقدر تقول كده انه دلع بنات، ها يعني، قاعده تشوف يعني غلاوتها عند راجلها، يعني يجيب لها غويشه، سفريه، فستان، لكن ما اعتقدش ان الطلب كان بجد يعني. سامي كان ايه علاقته بيهم؟ سامي ده العمود بتاع الشركه يا باشا، تقدر تقول كده ان صادق بيه، الفلوس وكل حاجه، لكن الدينامو بتاع الشركه هو سامي بيه. تعرف ان هو ما اتجوزش وما خلفش، فبالنسبه له يعني شريف بيه زي ابنه برضه. انت اشتغلت هناك ازاي؟ ناس ولاد حلال يا باشا دلوني على صادق بيه، قابلته وربنا كرم واشتغلت على طول. استغفر الله العظيم يا باشا. والله يا باشا انت ما تعرفش الناس دي بالنسبه لي، الناس دي كل حاجه يا باشا، والله والله الناس دي كل حاجه. كانوا بيعاملوني زي ابنهم بالظبط، شفت معاهم الخير كله، لبس نظيف والسجاير كل حاجه، والله يا باشا كل حاجه. الله يرحمهم ويحسن اليهم. تعرف يا باشا، تعرف انا لو اطول ابن الحرام اللي عمل فيهم كده اكله باسناني، ان شاء الله ياخد فيه اعدام يا باشا، لا مؤاخذه يعني يا باشا، لا مؤاخذه. حكايه ابليس دي طيب؟ ده لقب يا باشا، لقب. انما انا ملاك يا باشا، الادب والاحترام هو ابليس يا باشا. ولو عايز تسال اسال الباشوات يا باشا في الاسم، يقول لك مين هو ايهاب ابليس يا باشا. الحكومة عايزة منك ايه؟ هو عمل ايه يا باشا؟ ده واد غلبان، هي الحكومة جاية ترمي بلاها علينا ولا ايه؟ زغلول عينيه والسنجاري، المحامي بالنقض والاستئناف والإدارية العليا، ممكن سعادتك أعرف ايه التهمة الموجهة للموكلين؟ ايه ده يا عم زغلول بكلامك اللي مش مفهوم ده؟ هتحبسنا ولا مفيش حاجة يا خالتي؟ الباشا صاحبي وبنشرب كوبايتين شاي مع بعض. عموما لو في حاجة بقى تجيني حس، ولو الحكومة فاكرة إنها ممكن تيجي تخطفك من وسطينا، يبقى الحكومة ما تعرفش مين هي اعتدار. بالإذن يا باشا، ورايا يا زغلول. أيوة يا ولية. يلا طير يا أخي. لا مؤاخذة يا باشا، أنت عارف الشعب يعني بيحب يوجب مع الحكومة، أنت مباحث وعارف يعني يا باشا. اديني جبت لك زغلول اخويا العبقري المحامي اللي مصيقني في كل حته عشان يحسبها لك كده بالقلم والورقه والقانون، والقانون فوق الكل. بص يا زغلول، ورحمه الميت لك، لو طلعت محفوظ زي اخوك وطلع الموضوع ده فيلم عربي، انا مش هقعدك في الحاره دي ساعه زمن. واذا طلعت صح تخليني امسك القضيه دي من اول المحكمه لغايه رفعه الجلسه. يا متر سيبك من الهرتلة المبالغة ديت، تعال نحسبها. الواد شريف ده مقرش مقرش السنين والشهور والايام اللي جايه. انا على فكره جايب كالكوليتر معايا اهو عشان نحسبها مع بعض. قول
فيلا كده طبعا بمليون. مليون ايه؟ فيلا ايه مليون يا شحات انت؟ ده انت لما بتمسك 200 جنيه بتعمل فرحة. اقل فيلا سوبر لوكس النهارده قول 8 10 مليون. ما شاء الله 10 مليون. والشركة كام؟ قول 30 مليون. والمصحف الشريف انا قاعدة مع جوز قرود عمالين يتنططوا حواليا. ما تعقل يا راجل منك ليه؟ خدي ادي 10 مليون و30 مليون وبعدين عربيات نسريات كلام يعني بتاع 50 مليون. نعمة بقى نصيبها كام في الليلة دي؟ نص الربع. قلتم تم. اوه بعد اذنك بعد اذنك عشان تسمعني. ادي 50 وادي 6 صور 1 2 3 4 5 6 على 8 يبقى ايه الرقم ده؟ اقراه كده. ده 6 مليون. 6 مليون و250 الف. 6 مليون و250 الف. انت جاي تشتغلني يا راجل يا ناقص مني؟ ها؟ هما مين اللي هيبقى معاهم 6 مليون؟ ده احنا لما بنشوف ال 50 قرش بنزخرف. كتكونين انتوا فاكريني مرة هبلة وجايين تستعبطوني يا ولاد الكلب؟ ده انا هسخطكوا كلب ميت منك ليه؟ ها؟ جايين تشتغلوني يا ولاد حلوة السرجال؟ ده انا هكسر عضمكوا النهارده. قوم يا محامي يا قوة ده تكسير تقيلة. زغلول وانت وراك يا زغلول كتكونين يا عيلة هبلة مفيش بينكوا لازمة. استنى يلا استنى بس عليكوا وعلى ربكوا يا ولاد الكلب. ده انت كسبت النيلة انت كمان تلاقي تهبل زي اللي جايبك كتكل قرف. شد حيلك يا جيجي بقال الله. انا عارف طبعا ان صدر الله يرحمه كان بيحبك وبيثق فيك اوي. انا جاي لك النهارده عشان اطمنك يعني عايز اقول لك ان انت اكتر من اخت ليا. اطمني يا جيجي كل حقوقك الشرعيه والقانونيه باذن الله مضمونه وحقك في رقبتي. تمام شكرا يا سيد. وانت بقى جاي لحد هنا عشان كده؟ اصل انا حسيت ان انت قلقانه فقلت اطمنك. قلقان خالص وانا هقلق من ايه؟ بيني وبينك كده حركه سرقه الورق دي ملهاش اي معنى غير ان انت خايفه. خايفه؟ انا مش خايفه انا قوي اقوى منك بكتير. انت اللي خايف وركبك عماله تخبط في بعض. شوف يا جيجي بحق العيش والملح اللي بينا وبحق ان انت ارمله اخويا الله يرحمه لازم احذرك للنار تلسعك. انا سامي البنهاوي مش صادق الله يرحمه. فاللي كنت بتعمليه مع صادق مستحيل يتكرر معايا. انت طلع لك صوت اهو والله جميل جدا. بلاش اسلوب التهديد ده معايا. انت عارف كويس روحك في ايدي. تسرقيني يا شيشي؟ تسرقي مكتب جوزك اللي انت عامله تمثلي انك بتحبيه وده يبقى في هواه؟ انا ما بمثلش. انت بقى اللي عايش دور في كل حياتك لا هو لايق عليك ولا هو اللي جواك. بعدين لما انت شايف نفسك اتسرقت ما قلتش للظابط ليه؟ ما فادي قال لك اندهولك. ماشي شوف يا جيجي انا لغايه اخر لحظه مراعي ان احنا اهل بس واضح ان انت عايز تقلبيها حرب وانا مستعد. انا في لحظه واحده ممكن ادمرك انت واخواتك. هو انت ناسي يا صادق نجيبكم منين؟ ناسي انت كنت ايه واحنا عملنا لكم ايه؟ الظاهر ان انت ناسي انت كنت ايه. انا مستعنكش سفراجي عندي. هعلمك الادب يا سامي. ماشي واضح ان انت هتعيشي اسود فترة في حياتك يا شيشي. بص يا سامي طالما جيت برجليك لحد هنا واجب عليا احذرك. انا عارفة عنك كل ملاويك كلها من ايام جمهورية بورسعيد لحد موضوع اسرائيل القديم والجديد كله عارفة كل حاجة. فكر فكر 100 مرة قبل ما تيجي جنبي. انت عصبية ليه؟ احنا بناخد ومدي مع بعض والله. ايوه ماشي. وايه تاني؟
رامز انت فين يا حبيبي وسايبني لوحدي ليه؟ يا حبيبتي انا ما سبتكيش ولا حاجه، بس انا بصراحه مش طايق جو البيت هنا خالص. طب ادام قاعد في الشقه لوحدك ما كلمتنيش اجيلك ليه؟ تيجي فين يا سمر؟ حبيبتي عشان خاطري خلينا نعدي اليومين دول على خير. يا رامز انا خايفه ومحتاجك قوي، ما تسيبنيش لوحدي. خايفه من ايه بس يا سمر؟ ما انا جنبي هو، ما تخافيش. طب اوعدني انك ما تسيبنيش عشان خاطر سمر عندك، اوعى تسيبني. شفت ربنا. جيجي تعالي شوفي سمر مالها، تعبانه جدا ومنهاره ولازم نشوف لها دكتور. ايه يا حبيبتي؟ مش طايقه يا جيجي، مش طايقه اقعد في الاوضه لوحدي، حاسه ان شريف قاعد معايا وبيكلمني. من شويه حاولت انام حسيت بايده بتلمس ايدي وصوته بيقول لي عامله ايه دلوقتي يا حبيبتي؟ حبيبي مش معقول يا جيجي يكون دي مش حقيقه صح؟ مش معقول. قمت مفزوعه والله يا جيجي، قمت مفزوعه مش عارفه ده حقيقه ولا ايه. مستحيل يكون ده اللي تهيأ لي، مستحيل يا جيجي صح؟ شكرا يا منى. مستحيل قلت ليكي بس يا سمر عشان متعلقه بشريف يا حبيب الله يرحمه. احنا نكلم دكتور صالح طبعا عشان يشوف لنا دكتور امراض نفسيه، البنت تعبانه جدا قوي. وانت عامل ايه يا سامي؟ اخبارك ايه؟ معلش بقى اديك شايف اللخبطه ما لحقتش اسلم عليك. انا كويس يا رامز، اهم حاجه تبقى انتوا بخير، يعني ربنا بقى يطلعنا من المصيبه دي على خير. فين الزفت ابليس؟ بكلمه في التليفون ما بيردش. يا نهار اسود، لا يكون الظابط الحلاوه اللي كان هنا امبارح ده قبض عليه، ده اول ما سمع اسمه كذا ما يكون ركبه عفريت. يعني ايه قصة الغرام الملتهبة اللي انت عايش لي فيها؟ مش عارف تداريها شوية لحد ما نعدي الأيام الزفت اللي احنا فيها؟ ايه؟ انت بتعمل كده ازاي؟ ازاي الراجل بتاعي اللي انا معتمدة عليه يبقى مستهتر بالشكل ده؟ الله! يعني ايه؟ أحمد ربنا بقى إن شريف مات قبل ما يعرف اللي بينك وبينه. خلصتي؟ انت مكبرة الموضوع على فكرة زيادة عن اللازم. الموقف كان واضح ومش محتاج أي شرح، البنت كانت تعبانة فعلا وبتعيط. بتعيط؟ اسم الله عليها. يا حرام. بتعيط؟ على فكرة بقى أنا عارفة اللي بينك وبينها كويس أوي. على فكرة بقى، أنت اللي مدخلة البنت دي هنا مش أنا. لشريف مش ليك. بدل ما يجيب لنا واحدة تاخد اللي وراه واللي قدامه ونلاقي نفسنا في الشارع. مكبرة الموضوع على فكرة أكتر من حجمه بكتير. سيبك من الحكاية دي خالص، قولي لي سامي كان عايز منك إيه؟ سامي الجن الورق طبعًا، عايز يعرف هنعمل بيه إيه؟ سامي ده مش سهل، أنت ما تعرفيش ممكن يفكر إزاي. اللي زي ده لما يلاقي كل اللي قاعد طول عمره يبنيه بيتهد قدامه في لحظة ممكن يتجنن ويتحول لكلب مسعور ينهش في اللي قدامه. المهم نستفيد بالورق قبل ما هو يستفيد بيه. هو احنا ممكن نعطل بيه مصالح كتير قوي لسامي، بس برضه مش هنقدر نستفيد بيه بحاجه. الورق ده يطلع فلوس لو مع واحد بس من ثلاثه، صادق بيه وهو مات، وسامي واديكي شايفه هيتجنن ازاي على الورق، والبنت رشا عزت. رشا؟ مش هي اللي كانت ماسكه شغل صادق كله بما فيه الشغل الشمال اللي سامي خايف انه يتكشف؟ وبعدين البت دي لو رفعت سماعة التليفون على أي حد من العملاء اللي كانوا بيتعاملوا معاهم هيتكلم معاها وياخد ويدي معاها عادي جدا، غير بقى لو أنا أو أنت ظهرنا في الصورة هنبقى مصدر قلق. خلاص يلا بقى يا رومي وعصرك وأوانك، سيبك من سمر دي، ركز مع رشا، هي اللي هتنفعنا. بعدين بقى سمر دي حتى ما بتعرفش تزعل، على طول ماشيه لي عامله فول ميك اب، ما بتعرفش تمثل انها زعلانه. انت فين يا ابني؟ ايه؟ انت فاتك نص عمرك. تعالى كان لازم تشوف رشا عزت وهي عماله تور في المكان عامله زي النحله ومش لاقيه الورق، وانا قاعد جنب الظابط هموت على نفسي من الضحك، هفطس مش قادر. ضحك بس، كان لازم تبقى موجود يا رامز والله العظيم. اوعى بس يكون خد باله من حاجه. خد باله ده ايه؟
انا مدير الامن يا معلم، يعني السيطره كلها. لا جامد يا ابني، خلاص زهقت، سمعت الموضوع ده ولا 100 مره. على فكره انا لسه شايف رامز دلوقتي. وبعدين هو الورق ده فيه ايه بالظبط؟ يعني هو محتاج الجو البوليسي ده كله؟ الورق فيه اللي فيه، مش مهم. المهم بقى تحط عينك على سامي وتراقبه لي كويس قوي. رامز، نخلي بالنا شوية. خلاص، ما قدامناش حل تاني. يا إما ناخد كل حاجة، يا إما ناخد أول متر ونطلع على حلمية الزيتون. وأنا في التحقيق سعادتك جيجي هانم كلمتني فوق ال 30 مرة، وسمر هانم ورامز باشا كلهم كلموني سعادتك، بس أنت أول ما كلمتني جيت لك على طول، ما اقدرش أتأخر عنك يا باشا. أقعد يا بليز. أقعد يا باشا. احكي لي بقى الظابط ده كان بيتكلم معاك في ايه؟ مفيش يا باشا والله، وقال لي على بلاطه كده انت يا ابليس مفتاح القضيه. قلت له يعني ايه يا باشا؟ قال لي يعني انت الجوكر اللي بيتعامل مع الكل، انت اللي عارف الخبايا والخفايا وكده يعني. وبعدين؟ بعدين يا باشا في ايه؟ انا لحم اكتفي من غيرك يا باشا. انا قلت له انتوا عيله بسم الله ما شاء الله، كتله واحده. ايه؟ كتله واحده يعني يا باشا، سمنه بلدي على عسل نحلي، عيله تقيله يعني يا باشا. وكل ما كان يخش لي في حوار يمين في شمال كنت بقفلها له زي الضمنه. طيب بص، انا اصلا مش عاوزك في الموضوع ده، بس اللي هقوله لك ده هيكون بيني وبينك يا باشا. في هتزعلني يا باشا ولا ايه؟ ما انت مجربني في الكبيره والصغيره فوق ال 200 مره كمان، انت كده هتزعلني منك يا باشا والله. خلاص يا ابليس. باشا يعني جيجي خدت ورقه من الشركه هنا، شفت حاجه زي كده؟ شفت مثلا فادي او رامز بينقلوا اي شنط كبيره من الشركه؟ يعني اي حاجه؟ سعادتك انا اول مره اجي الشركه من قبل الحادثه. طيب انا عايز الورق ده يا ابليس، يعني لو شفت اي شنط غريبه بتتنقل بره الفيلا جوه الفيلا، اي حاجه بتنقلها جيجي تتصرف وتجيبها لي. الورق ده لو جبته لي هديك 50000 جنيه. طب والله العظيم يا باشا مش موضوع فلوس خالص خالص يعني يا باشا. ما دام سيادتك عايز الورق ده، انا من اللحظه دي فرقه صعقه، جهاز مخابرات، ساحر جوه سيرك يا باشا، لغايه ما الورق ده يبقى قدام سعادتك. فيها يا باشا؟ ما تعرفش غلاوتك عندي ولا ايه؟ شكلك ما تعرفش غلاوتك عندي. أهم حاجة يا إبليس السرية. السرية. يا باشا بقول لك جهاز مخابرات. اعتبر الموضوع خلصان. خلصان بطريقة سر للغاية. ها كمل. هل وشك. خش خش خش. ها. فوق. فوق. عاش. ها. داري داري داري. صح. عاش يا رجاله، كفايه كفايه حبيبي. الله ينور يا بطل، ربنا يخليك. دي اقل حاجه عندي، انا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير انت عارف. انا اخد بالي. بقول لك ايه، سجلت اسمك في الاتحاد عشان بطوله الجمهوريه الجايه، خد اجازه من الشغل. انت عارف ان انا عندي مشاكل اليومين دول، واختي قفشه عليا، مش لازم يعني اجل بطوله الجمهوريه كلها عشان مشاكلك. انت بتتريق يا كوتش؟ انا بقول لك بجد عندي ظروف والله العظيم. ظروف ايه يا ابني؟ بقول لك بطوله الجمهوريه بتقول لي ظروف؟ أنا مش عايز تهريج، أنت النهاردة في معسكر هنا لغاية ميعاد بطولة الجمهورية وأجيب الميدالية، مفهوم؟ تمام إن شاء الله بإذن الله. يلا تمرين. ها أسرع شوية أسرع. إيه؟ ها شكرا يا سعيد. ايه يا عم سامي؟ انت كبرت علينا ولا ايه؟ من امتى وانت بتكلمني في التليفون؟ هو العين يعني تعلى على الحاجب يا سياده اللواء؟ بس معلش يعني ظروف. انا من يوم العزاء وانا عايز اكلمك، واتلككت لما انت كلمتني وقلت لك تعالى عشان اشوفك. شوف يا سامي، الحمل دلوقتي على كتافك بقى تقيل جدا، وانت لازم تخرج من حاله الحداد اللي انت فيها. لازم تيجي النادي، لازم تغير. على فكره كتر المشاكل والضغوط في الشغل ما بيجيبش غير نتائج سلبيه. عندك حق يا عبد الغفار باشا، عندك حق. قول لي بقى فهمني ايه المشكله، انا مش فاهم حاجه. اولا انا بعتذر لك ان انا يعني ازعجتك وجاي لك في موضوع تافه. يعني هو ضابط مباحث صغير كده اسمه عماد جلال البكري، مسكنا يا سيدي من بعد الوفاه بقى تحقيقات من الفيلا للشركه للفيلا. يعني
بدل ما تدور في سكه السواق اللي عمل حادثه، لا ماسك ولاد الناس. يعني دول اتنين يا سعاده الباشا مش واحد بس، فشيء من الرحمه. للدرجه دي؟ زي ما بقول لحضرتك كده، تحقيقات تحقيقات تحقيقات، مسكنا كلنا. يعني اقول لك ايه، اقول لك جي جي، ولا اقول لك سمر؟ حتى فادي ما سابوش. سمر من كتر تحقيقات اعصابها تعبت، ده احنا هنوديها الدكتور نفسه. بص انا مش عارف ايه المعلومات اللي عنده من التحديات اللي متخيلها، لكن على فكره انا لازم اشوف الموضوع واقول لك ايه. بس ما عنديش حاجه دلوقتي اقدر اقولها لك، لكن اكيد في حاجه مخلياه ماشي في السكه. اكيد طبعا في حاجه ماشيه في السكه دي، بس انا اسف ان انا بتدخل يعني في حاجه مش بتاعتي. اكيد انتوا بشوات بتفهموا في الشغل اكتر مني يعني. بس طب ما ندور على السواق اللي عمل حادثه. يعني انت ماسك ولاد الناس، بتتعب ولاد الناس، راعي مشاعرهم يعني، لا اكتر ولا اقل يا سعاده الباشا. بس بص يا سامي، خليني ارجع الموضوع واشوف واقول لك هوصل ليه. وانا شاكر افضل سعادتك يعني، واسف ان انا يعني قطعت اللهب يعني. لا يا سامي ما تقولش الكلام ده. يلا يلا روح غير هدومك وتعالى بسرعه. يلا معلش اعفيني ان انا يعني عندي بس ميتنج، فانا وعدك المره الجايه بروميس ان انا هكلمك بالتليفون قبل ما اجي. ماشي 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 سامي، مع السلامه. ميرسي يا فندم، وسلامي لمدام ريري. مع السلامه. مع السلامه. Thank you.